آه يا ركبتي. إيه مالك في إيه؟ ما كانوش 6 أدوار طالعين لهم على رجلينا، ما أنتِ في بيت مامتك مفيش أسانسير. ركبتي طقت يا طنط غصب عني مش بإيدي. عشان كسلانة وطول النهار نايمة في البيت، ما بتنزليش تعملي رياضة ولا تروحي مشاوير، جسمك فتل وخشب. خشب ازاي يا طنط؟ ده انا رفيعة جدا، وزني 56 كيلو. لا لا رفيعة ايه، امال احنا جايين عند دكتور الرجيم ده ليه؟ لا 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 لا، مين اللي قالك انك رفيعة؟ ده انت جسمك ضرب خلاص. ضرب من اني حتة بالظبط يا طنط؟ امال رودي تبقى ايه؟ لا الا رودي، رودي كيرفي، انما انت هتضربي هتبقي زي مامتك لو سبناكي بالمنظر ده. رودي كيرفي يا طنط اللي هي المدلسه. كيرفي 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 يا ربي، الدكتور عبد الحي دلوقتي هيشوفك، ده الدكتور بتاع العيله بتاعتنا، راجل ممتاز ممتاز فوق الوصف. بس انا مش محتاجه اروح لدكتور الجيم يا طنط، انا ما تخنتش ولا جرام واحد. لا لا تخنتي، مين اللي قال ما تخنتي؟ انا اللي بشوفك، انا مش انت اللي تشوفي نفسك وتقرري. الحاجات المترهله والمتكتله اللي جنب بعض دي لو سبناها مش كويس يا حبيبتي، انا عشان مصلحتك. فين الترهل ده يا طنط؟ مش منظر، ده مش منظر انسان ده خالص يعني. انا مش شايفه اي ترهلات، حضرتك بتتبلي عليا والله حرام، ده لا ما يرضيش. لا مش حرام، انا عايزاكي تبقي حلوه كده وتليقي بطروقه، ما ينفعش تسيبي نفسك وتهملي نفسك كده، انت لسه ما خلفتيش، امال لما تخلفي هيحصل ايه؟ طروقه وراني صور لحضرتك زمان وانت قدي، كنت تخينه جدا يا طنط. اشمعنى انا مش تخينه خالص على فكره، انا ارفع من حضرتك بكتير. دي مش صوري، دي صور عمته، هي كانت شبهي وبتلبس الستايل بتاعي، فالناس بيلخبطوا بينا، طول عمري غصن البان، لغايه النهارده هو بيشوفوني يفتكروني اختك الصغيره ولا ايه؟ ازاي يا طنط؟ انا شايفه على الصور مكتوب عليها فريولا وابراهيم 1922. مش قلتلك ممتاز الدكتور عبد الحي؟ اهو كتبلك بقى على لستة كده تمشي عليها واحدة واحدة عشان تبقي محافظة على جسمك. انا شايفة ان هو ولا ممتاز ولا اي حاجة، ده رجله والقبر يا طنط. يا خايبة، الدكاترة بتوع زمان دول كل ما كبر سنهم كل ما كانت خبرتهم كبيرة. ده في دلوقتي أنظمة جديدة بيعملوها للدايت يا طنط، وأنا مش محتاجة أصلاً، طروقة بيحبني كده زي مش عايز يحرجك. هيقولك إيه؟ هيقولك إيه؟ ابني ابني ذوق متربي، ابن ناس، هيقولك إيه؟ بتاكلي إيه؟ معاكي إيه في الشنطة طلعتيه بتاكليه؟ باكل شوكولاتاية دايخة يا طنط. دايخة إيه كلي تفاحة، كلي جزرة، كلي خيارة، شوكولاتة إيه اللي بتلهفيها على بالليل؟ وأنا هحط خيار معايا في الشنطة برضو، ينفع كده يا طنط؟ بص يا رشا، تمشي على الرجيم اللي الدكتور كتبهولك، كمان أسبوع هنروح له نعمل بتاكلي إيه تاني؟ هاتي الورقة أهي، أهي، بيقولك ثمرة فاكهة واحدة في اليوم، سهلة دي. يعني آكل بطيخة واحدة بس؟ بطيخة إيه يا أم بطيخة؟ لو فشولتي وسبتي نفسك وأهملتي في نفسك أنا هجوزه جيجي بنت خالته. يتجوزها عليا يا طنط؟ لا نرجعك عند مامي بقى بتاعتك تاكلي ثمرة هي أنت وهي هناك. ارجع البلد بقى عند مرات عمي. ترجعي تقعدي مع مرات عمك تعملوا رجيم سوا. وبعدين بتكدبي على طنط فريولا؟ الكدب حرام، 56 كيلو ده ايه؟ يلا ما علينا، اهو الراجل كتب لك لسته كويسه جدا لو مشيتي عليها هتفضلي محافظه على جسمك. انت يا طنط موصيه الدكتور ده، انا عارفه الدكتور ده تبعك وانت اكيد مكلماه من امبارح، قايلاله يقول لك الكلام ده يا طنط. يا بنتي الميزان كان هيضرب في وشنا في العياده، قايلاله يقول لي ايه؟ خلاص بتتكلمي كتير قوي على فكره، هتروحي تاكلي كوبايه زبادي بس. انا هاخد سندوتشات كبده وسجق يا طنط من عند الراجل اللي على الناصيه. عارفه يا رشا، روحي اضربي حواوشي يا حبيبتي، انت مش بتاعه دايت. اجيب لك معايا يا طنط؟ يا ريت.